معجزات القمص فلتأوس السرياني، السيدة من سيدي جابر الإسكندرية تحكي وتقول: كنت في زيارة إلى دير السريان ومعي زوجي وابني إدوارد وهو الكبير ومينا وهو الصغير، وبعد أخذ بركة الدير وأجساد القديسين ذهبنا إلى المضيفة، وذهب زوجي لإحضار أبينا القمص فلتأوس من قلايته، وبالفعل أتى معه وسلم علينا بحرارة وأمسك بيدي ابني مينا وقال له: إزيك باش مهندس؟ وقد كان مينا في ذلك الوقت في المرحلة الثانوية، فقال له: يا ريت يا أبونا. ثم قال له أبونا فلتأوس: أنت يا أخوي هتطلع مهندس كمبيوتر كبير. ثم التفت إلى ابني الكبير إدوارد وسلم عليه بتحفظ وشد على يده بقوة وقال له: مالك يا أخوي متضايق ليه؟ أنت يا أخوي هتدخل كلية التجارة وتسافر إلى أمريكا. فقلت له: إزاي يا أبونا؟ ده إدوارد وصل له خطاب التنسيق الخاص بكلية الهندسة واستلمه. فرد أبونا وقال: هيدخل كلية التجارة يا أختي. ثم صلى لنا كلنا وأمضينا معه بعض الوقت ورجعنا إلى الإسكندرية فرحين ومبسوطين ونشعر بسلام داخلي. وفي بداية العام الدراسي التحق ابني إدوارد بكلية الهندسة، وفي كل مرة يذهب إلى الكلية كان يرجع شاعرا بضيق، واستمر في صراع نفسي كبير. فقرر أخيرا ترك كلية الهندسة، وأخذنا نحاول إثناءه عن هذا القرار، ولكنه أصر قائلا: أنا مش ميول هندسة خالص. ثم قام بتحويل أوراقه إلى كلية التجارة بالإسكندرية، وتخرج من قسم التسويق وسافر إلى أمريكا ونجح في عمله جدا كما قال أبونا البار فلتأوس السرياني. أما ابني مينا فتخرج من كلية الهندسة وأصبح مهندس كمبيوتر كبير، وكل هذا تم بفضل صلوات أبينا البار القمص فلتأوس السرياني الذي تنبأ لهما بذلك، بركة صلواته وطلباته تشملنا جميعاً.